لنحكي أكثر عن المشاريع الصغيرة وكيف ممكن فعلا نبلش بمشروعنا الأول بالحياة رح نكون بأهلنا. تعتبر المشاريع الصغيرة حلاً منطقياً للشباب وللأسر، ولكن كيف يمكن أن يروج للمشروع وكيف يمكن أن نعمل دراسة لهذا المشروع لهو دراسة السوق وبالإضافة لدراسة شرائح المجتمع؟ وكيف يمكن مساعدة الشباب في إنشاء المشاريع الصغيرة وبطرق ميسرة؟ هو موضوع تقريرنا التالي. تختلط أيديهم بالأمل ومن تمسكهم بالحياة يصنعون أحلامهم من جديد، لا توقفهم الظروف رغم قساوتها. المشاريع الصغيرة للسوريين تعد حلاً لمواجهة الظروف الصعبة نظراً لقلة الموارد المالية للغالبية مع سهولة تأسيسها وعدم حاجتها إلى رأس مال كبير. تعتمد المشاريع الصغيرة على العمالة المكثفة وتميل إلى توزيع الدخل بصورة أكثر عدالة مقارنة بالمؤسسات الكبيرة، فهي تلعب دوراً مهماً في خلق فرص عمل مقابل أجور معقولة للعمال من الأسر الميسورة والنساء اللواتي يفتقرن إلى المصادر البديلة للدخل. معظم هذه المشاريع تعاني من ضعف الكفاءة التسويقية نتيجة لعدم قدرتها على تأمين معلومات عن السوق المحلية والخارجية إلى جانب أذواق المستهلكين ومشاكل ارتفاع تكاليف النقل، إضافة إلى تأخر العملاء في تسديد قيمة المبيعات، فضلاً عن اعتمادها على التمويل الذاتي. البناء الحضاري يبدأ من استثمار القدرات والمواهب وتشجيع روح الإبداع والابتكار في المجتمع، وهذا ما لا يمكن تحقيقه إلا عندما يتحول الشباب إلى قوة عاملة وفاعلة ومنتجة. ومن هنا تأتي أهمية إنشاء وتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتوفير الجهد لجميع متطلباتها. للحديث أكثر عن هذا الموضوع معنا في الاستوديو فداء الدين السيد عيسى، مدرب ومستشار في الإدارة والقيادة. مساء الخير، أهلا وسهلا فيك. يا مرحبا، أهلا وسهلا فيكم. يا مرحبا، يا هلا بك. بداية، يعني كيف يمكن للشخص أن يبدأ مشروعه الصغير؟ جميل. ابتداء قبل بس ما نبدأ في هاي الموضوع المهم، كثير من الناس ما بيعرفوا انه اغلب المشاريع الكبيره الان في العالم، ابل، اي باي، كابرد، المشاريع الضخمه، مايكروسوفت، كلها بدات مشاريع صغيره عن شباب ما كان عندهم لا الموارد ولا الامكانيات الموجوده هلا عند كثير من شبابنا. حقيقه في نظريه طلعت جديد من جامعه هارفارد، مش جديد، صار لها 10 سنوات، اسمها بزنس موديل كانفاس. بدعوا كل الشباب انه يدور عليها الجوجل، هي فري، موجوده في كتاب اسمه بزنس موديل جينيريشن. بزنس موديل هذا بيعلمك شغله ما بتعلمك اياها لا الفاسيليتي ستاديز اللي هي دراسات الجدوى، دراسه السوق، ولا خطه العمل. لانه دراسه الجدوى بتقلك المشروع راح يربحك ولا يخسرك، خطه العمل بتقلك كيف راح تعملي المشروع، لكن البزنس موديل بيقلك انت شو بدك تعمل اصلا. كثير من الشباب بيوقعوا بخطا جوهري اللي هو بده يدخل بزنس بس ما بيعرف شو، فلا بيدرس الشريحه. وعجبني في التقرير وكلام حضرتك بالموضوع، ما بيعرف هو مين شريحته المستهدفه. اثنين، ما بيعرف البرودكت، المنتج، هل هي خدمه، هل هو منتج ابداعي، هل هو منتج قديم، هل سيبيعه في محل، هل سيبيعه فري اونلاين عن طريق النت. فاول خطوه هي انك تحدد شو منتجك. اثنين، مين هي شريحتك المستهدفه. ثلاثه، هل معك فند ولا بدنا ندور عليه. كثير من الناس بيحسبوا خطا، بيقول لك هذا المشروع بيكلف 10,000 دولار وبيزتها هيك. طب عملت دراسه؟ هون لازم تعمل دراسه جدوى. منين راح تجيب المال؟ هل مدخراتك؟ هل بدك تجيب من والدك؟ ولا بدك تعمل كراود سورسينج على الانترنت، كيك ستارتر ولا غيره؟ هل اصدقائك بده يدعموك؟ قرض من البنك؟ بدك تبيع قطعه ارض؟ في عوامل استاذي الكريم اذا ما سعيت في حلها وكتابتها على ورقه وقراءتها اكثر من مره بالتاكيد راح يفشل مشروعك. اخر دراسه عملتها امريكا، للاسف الوطن العربي ما فيها دراسات، وهذا شيء محزن، انه 70% من الستارت ابس اللي بيعملوه الشباب في امريكا 70% يفشل بعد 3 سنوات. والاسباب هي ما في شريحه مستهدفه، هو عم بيستهدف كل الناس. بينما انت عم بتبيع عصير في حديقه فيها رياضيين، مين بيكون المستهدفين فيها؟ الرياضيين، الشباب الرياضيين جنب جامعه، الطلاب في الجامعه، الاطفال بيروحوا مدارس صباحا، الاطفال. ايش هو منتجك؟ عصير ليمون طازج بارد. وين مكانه؟ خيمه صغيره في حديقه عامه. مين اكبر شريك لك؟ البلديه. تواصل معه، ممكن تعطوني مكان. التفكير بهاي المنطقيه بيسهل عليك الاستمراريه. انا دائما بيسالوني بيقولوا لي ما هو المشروع الناجح؟ بقول لهم اول نقطه لتقييم الاستدامه، الاستمراريه. اثنين، المرونه،
ما تقول أنا بدي بيع كاسات انتهى الموضوع. فكر شوي، إذا ما كاسات ممكن أقلام. أنا طبعا عم بحكي الآن يمكن أمثلة شوي سخيفة، لكن هي فعلا واقعية. خليك مرن في التغيير وخلي عندك استمرارية، بدون هاي القواعد لن تستطيع أن تستمر في تأسيس مشروعك. طبعا أضف أنا مع أصحاب نظرية أكتب ما تفكر به. كثير من الشباب بيعتمد على شطارته، أو هو كان ابن تاجر، أو هو ما بيحتاج يكتب، فبتلاقي المعلومات تضيع عنده تباعا وبيعتمد على ذاكرته، واللي بيعتمد على ذاكرته بتخونه. اكتب خطة عمل، اكتب أهدافك، رؤيتك، الوسائل، مين أكثر ناس ممكن يكونوا منافسين لك في المنطقة، مين أكثر ناس ممكن يكونوا داعمين لك في المنطقة. وعلى فكرة عم نشوف حوالينا مشاريع مثل عرضتوها وغيرها بسيطة وتكلفتها كتير قليلة بس ناجحة كتير. على فكرة هاي مو لأنهم اعتمدوا على كبرى الدراسات، بس لأنهم عرفوا هني شو بدهم يستغلوا. مثل مبارح استضفنا أحد السيدات اللي بتشتغل هاند ميد، يعني شغلات بالمنزل يدوية. وعم تقدر فعلا أنها تورد يعني في ناس كبروا كتير من وراء هاي المشاريع وصاروا فعلا تجار كبار، ما حدا يستصغر أبدا. وأنا أوجه رسالة للشباب، عليكم بالكراود سورسينج اللي هو البحث عن وسائل تمويل متعددة، مثل كيك ستارتر. تحطي فكرتك على موقع تمويل والشباب وبتشرحيها بشكل جيد وبتقول لهم تقنيات والاي تي اللي جواتها ووسائل، تقدم لهم دراسه كامله بالضبط وسائل النفع. انا ليش في ناس ممكن تقول لك انه ممكن حدا يستولي على هي الفكره؟ صح، لكن موقع مثلا مثل كيك ستارتر بيحفظ لك الكوبي رايت تبعك مو بشكل بصراحه كبير. انا معك بس بدي اقول لك شغله، رياده الاعمال في 2018 وما بعد فيها كم مخاطره كبير، فلازم تكون انت عارف حالك وين داخل. فبتعضد حالك. طبعا احنا في الشرق الاوسط بالنسبه لنا الكوبي رايت وانك انت يكون عندك باترن اللي هو حق المنتج تحفظه لك قليلة جدا أو مكلفة جدا. في تركيا على فكرة نحن هون، حيث نحن هنا في مؤسسات كثير راعية لهذا الموضوع وبتتبناها، فأي شاب عنده فكرة رائدة يتوجه له فورا ويروح. محامين أحيانا بيشتغلوا حتى بالمجان أجل حفظ منتجك من التقليد والنصب والاحتيال والكلام هذا كله. حفظ حفظ حقوقك. فبدك تكون أيضا أنت كمان ذكي في عرضك، لا تعطي كل المعلومة لكن ورجيني أنا شلون بنتفع من منتجك، وقت راح أشتريه. أصلا أنا بقول لهم للشباب نص العملية البيع السيلز هي ماركتينج. صحيح. سوق لنفسك بطريقة جيدة، أول شيء سوق لنفسك كشخص، بعدين سوق لنفسك كفكرة. أنا أحياناً بشتري المنتج منك قبل ما أشوفه لأنك أقنعتني. أنت شخص أقنعتني في ذكائك، في معلوماتك، في إحصائياتك، في طريقة عرضك، في اختصارك، في جذبك إلي بكلامك. بقول لك أخي اشتريت، مو في بعض الناس بيقول لك اشتريت، طب ما شفت اشتريت خلص. يقال إنه نجاح أبل كان من وراء الماركتينج، وحتى أحد البراندات يعني البراندز اللبس يعني كان نجاحه هو التسويق أكثر من المنتج. بالضبط بالضبط. لذلك بتلاقي أحيانا بعض المنتجات بيقرنوها بأشياء تدعو إلى الرجولة أو أشياء إلى الأنوثة أو إلى العطف والحنان، أو بيستخدموا أطفال صغار حتى يرقوا قلب الأم. أو هاي كلها أدوات تسويق رائعة جدا. أنا بدي أقول بس كلمة أساتذتي الكرام، تأسيس المشاريع ما هو صعب، المشاريع الصغيرة ولا الكبيرة على فكرة ما هو شيء خيالي، ما هو شيء لا يمكن لأحد أن يفعله، لكن في شروط. مثل ما بدك تروح تسوقي سيارة، بتسوقيها بدون ما تاخذي الرخصة وتتبعي القوانين؟ أكيد لا، راح تضربي بالحيط أو تاخذي مخالفة. تأسيس المشاريع سهل يا أخوان، سهل، بس بده واحد يمشي بالخطوات ويكون عندك حس، لازم يكون عندك حس المبادرة ويكون عندك حس مخاطرة قليل. تماماً، أنا هذا اللي بدي أقوله. أستاذ فداء، عم نحكي نحن عن مستويات عليا. إذا بدنا نحكي عن شخص رسماله صغير، يعني هو جامع مبلغ 1,000-2,000 دولار وحاول محاول يبلش فيه مشروع صغير، مثل قلت لك مبارح كان عندنا مثال الهاند ميد، في كتير أمثلة أخرى. صح. ممكن. صح. تبلش كيف أنا ممكن غامر بهذا المبلغ الصغير ونفس الوقت ما أحس حالي أنه أنا رح أخسر فيه؟ لك انا كشخص عندي خبره في هذا المجال ايش كنت راح اعمل. انا وقتا كنت ما راح احط 3,000-4,000 دولار في مكان واحد. هاي اول قاعده بيقولوها الكبار المستثمرين، لا تصرف مالك كله في مشروع واحد، ادخر شوي، استثمر شوي. حتى بيقولوا قاعده ال 20-20-60 اللي هي ادخر 20%، استثمر 20% و60% تدخل فيه اي مشروع خاطر فيه. الاستثمار اقصد فيه تدخليها بشيء طويل الامد، تحطيه في تجاره بعد 3-4-5 سنين، تحطيها في البنك، اسهم، بيتكوين، ما بعرف شو يعني، خليه يطول كثير. اذا ما تستثمر كل اموالك، ما تستثمر كل اموالك. القاعده الثانيه بنصح الشباب يستثمروا في الخدمات. الخدمات ايش؟ تقديم خدمات للاخرين، خاصه في اسطنبول. ما بتكلفك مكان اذا كنت انت شاطر، ما بتكلفك موظفين لانه انت راس مالك الشخصي. ثلاثه، بتعتمد كثير على حركتك وذكائك وتسويق افكارك لدى الاخرين، مرشد سياحي، اقامات، تسهيل تسجيل للطلاب. انا بعرف واحد شاب طالب ساكن بأضنة على سبيل المثال، راس ماله ما مع مصاري حتى، هذا لسه اللي معاك فلوس، انه عنده معلومات كثير وعلاقات مع الجامعات، تسجيل طلاب. انا كثير تعاملت مع هذول وبدون نصب واحتيال لانه في ناس بيلفوا بيدوروا كثير. ايش بيسوي؟ بيسهل مقابل مبالغ زهيده، بيسهل، بيتواصل، بيوصل، بيعطي كونتاكت، بيعطي
فاتح علاقات وعايش عم يدرس هلا في الجامعه من وراء هذا الشيء، عايش مكتفي بشكل كثير كبير. فخلي الشباب الجداد اللي لسه ما عنده رؤوس اموال ضخمه يبلشوا في ميدان الخدمات. لانه ما بيكلف، ما بده مكان كثير، ما بده سيارات، ما بده موظفين كثار، ما بده اصول واستديوهات وكذا، بده حركه وذكاء منك وفكره تقدر تخدمني فيها. وبيقول لك مين اللي بينجح في ميدان الخدمات؟ الذي يستطيع ان يرى النقص في من حوله. وهدول الناس على فكره بسمون البطل المتمرد، هيك اسمهم في الاداره. ليش؟ لانه هدول متمردين على الواقع، قبل ما يشوف الحسنات بيشوف السلبيات. وهدول الناس على فكرة مو سيئين في المجتمع ولا لابسين الطاقية السوداء، بس هدول الناس عندهم القدرة على البحث عن العيوب وسدها. في ناس بيبحثوا عن العيوب ما بيسدوها فيشتكون كثيرا، لكن في ناس عنده قدرة على عيب ويلاقي لك حل. هذا ببيع، هذا طيب. بيع. طيب اذا بدنا نحكي عن موضوع الطلاب اللي موجودين باوروبا، هلا بتركيا يمكن في تسهيلات لهم، يعني بيقدروا يشتغلوا، ما حدا بيحاكمهم انه انت عم تشتغل انت عم تعمل. الموجودين باوروبا شوي شغلهم اصعب، يعني اللي بالمانيا بيقول لك انه انا ما فيني اشتغل بلا ما اختم مرحله معينه من اللغه، بلا ما يكون عندي سوق ابيض او سوق اسود بسموه او هيك شيء. اي سوق اسود. نعم. فكيف ممكن يشتغل فعلا مثل ما ذكرت بدون ما يكون على اي محاكمه؟ والله معك حق. انا عشت بالسويد 16 سنه قبل ان اتي الى تركيا وتركت السويد، ومريت بهاي المراحل فانا بعرفها وانشات شركات. بيمروا بحالات اكتئاب؟ بتمر بحالات. بس انا لك شغله صراحه، اللي عنده همه عاليه، يمكن انا عم بحكي هلا كلام تنميه بشريه وكثير شباب ما بده يسمعوا، لكن صدقا هذا مو كلام، هذا تجربتي انا. مريت بواقع صعب، لكن صراحه كان عندي همه، ختمت اللغه بسرعه. وحده من، انا بقول لك الشباب اغلبهم اللي عم يمروا بهاي الحالات لسه ما بيعرفوا يحكوا لغه البلد، فطبيعي ما عندك مفتاح العلاقات واقامه الاشياء اللي بدك اياها. اثنين، كثير في اوروبا تعتمد، يمكن بعض الناس يخالفني، على انك انت تاخذ شيء عندهم في الدراسه، تقول انا متخرج من جامعه اخذت سيرتيفيكيشن في من جامعه محليه في محليه، هذا بيعطيك دعم. اوروبا بشكل عام عندها عقده الاخر موجوده، مثل ما اي شعب في العالم على فكره. تمام. ترى كلياتنا عنصريين، بس ناس القيم، بعض القيم فعلا، بعض القيم بتقول لك لا خليك حيادي واقعي، وبعض القيم بتساعدك على ان تكون عنصري. طيب سريعا لو سمحت حتى نرجع لموضوعنا. اوروبا من الاخر تتوجس الا لو شعرت بانك انت عندك تحمل بعض القيم الموجوده عندنا، تصير تقدر تتعامل معك. فانا مثلا خريج جامعه هارفارد بياخذ بيعطي معك هارفارد، يعني نفس القيم نفس الفاليوز اللي انا احملها، فبصير دخولك على السوق، بتصير دخولك على المستثمرين على البنوك اسهل. ثالث شيء، لا تحمل تبعات الماضي اللي انت امامك، لا تعيش دور المظلوم، وخذ دورك بشكل واضح بتقتحم. يعني انا بعرف نماذج الشباب الان في السويد مقتحمين، بالعكس طلعت احصائيه في السويد انه افضل شريحه لجوء من اكثر من 40 سنه الصوماليين والعراقيين وغيرهم وغيرهم، هم شريحه السوريين الحاليين. صحيح. فيهم همه عاليه، اصحاب شهادات عليا كثيره، ولا يتوقفون على المعونات الاجتماعيه، ما بيحب يقول لك انا بشتغل من عرق جبيني، افتح لي باب وانا بشتغل. طيب ففي فرصه. اذا بدنا نقسم الشباب لشرائح مثل ما ذكرنا سابقا، الشريحه الاولى اللي ممكن ما يكون مع راس مال او راس مال بسيط، اذا بناخذ الشريحه الثانيه اللي هن مثلا اللي معهم 20,000 دولار لنقل او 30,000 دولار، شو ممكن يعملوا فيه؟ هلا هون بهاي الحاله بس يكون معك ال 20,000 دولار، اول نصيحه لهم لا تخليها معك كاش في ايدك، حطها في البنك فورا. هاي يمكن نصيحه بعض الشباب يستسهلوها حتى ما تقدر تتعامل، لانه لما بتبدا تحط المشروع استاذ الكريم بصير تستسهل الصرف الاول، بيسموها الميزانيات التاسيسيه للمشروع. صحيح. فبصير تصرف، حطها في البنك، واذا بتحطها وديعه لمده سنه ما تلقى كمان بيكون افضل وافضل الى ان ينتج عندك المنتج. الامر الثاني بنصحه لصاحب الميزانيه 20,000 فما فوق يستعين بمستشار خارجي صراحه، لانه هلا هو ما عم بيغامر ب 2000 3000 دولار، ربما عم بيغامر بخميرته هو او شيء اعطاه والده او باع له بيت او باع له سياره، فاستعين بمستشار خارجي في الفيلد او الميدان بدك تشتغل فيه، بدك تشتغل اي تي وانت ما بتفهم فيه جيب واحد، بدك تشتغل بالسياحه جيب واحد. الامر الثالث، اكتب البزنس موديل اللي قلت لك عليه، لانه البزنس موديل هذا ممكن يقول لك انه 20,000 ما بتكفيك. وكثير من الشباب بيبداوا وفي منتصف الطريق بيوقفوا، بعد يعملوا ميزانيه للمشروع كامل. بالضبط. ميزان البزنس موديل بيقسم الموديل لاربع اجزاء، بيدرس الجمهور، بيدرس المنتج، بيدرس الميزانيه، وبيدرس العائدات قديش. فلما بيدرس الميزانيه، خلينا نسميها دراسه الجدوى، الناس بتحب هذا الاسم، دراسه الجدوى بتقول لك مشروعك راح يخسر ولا راح يفشل، بس هاي اخر مرحله بكتابه الخطه. راح يخسر او راح يفشل؟ راح يخسر او راح ينجح، يبدو راح يخسر على كل حال مشكله. لا نتفائل. لا ان شاء الله راح ينجح وربما يخسر، لكن اذا خسر ما يتشائم. كمان هذا الشباب فكروا انه هي تنميه بشريه، لكن ما في شركه ناجحه ما خسرت في حياتها. صحيح. مو خسرت بالكليه، خليها يعتبرها قاعده وينمي، يعني لانه هاي خبرات، والخبرات على فكره اثمن من الاموال. بدنا نشكرك كثير على المعلومات اللي قدمناها. الورق الوقت مرق بسرعه. شكرا كثير لك. شكرا لك. شكرا لكم.
أنا بحاول أتذكر الاسم، اسمك شوي طويل، أستاذ فداء. فداء بس. فداء الدين سيد عيسى، شكرا لك مدرب ومستشار في الإدارة والقيادة، شكرا لك. شكرا موصول لكل اللي كانوا معنا بحلقة اليوم، تزورنا بكرة بنفس التوقيت بحلقة جديدة. إلى اللقاء. يعطيك العافية.